القديس مكاريوس إلى الحصاد ومعه بعض الإخوة. وكانت هناك امرأة تلتقط خلف الحصادين ولا تكف عن البكاء، فسأل من تكون وما سبب بكائها، فعلم أن رجلها حفظ وديعة لإنسان مقتدر ثم مات فجأة، والمرأة لا تعلم عن موضوع الوديعة شيئا. فلما حانت استراحة الحصادين دعا القديس المرأة وقال لها هيا أريني قبر زوجك، فذهبت به إلى المقبرة. فلما وصلوها صلى مع الإخوة ثم نادى الميت قائلا يا فلان أين تركت الوديعة التي عندك؟ فخرج من المقبرة صوت قال له إنها في بيتي تحت رجل السرير. فقال له القديس عد إلى رقادك. فتعجب الإخوة، فقال القديس ليس من أجلي كان هذا الأمر، لأني لست شيئا، بل من أجل الأرملة واليتامى. فلما سمعت المرأة بموضوع الوديعة انطلقت وأخرجتها من مكانها وأعطتها لصاحبها، وكل الذين سمعوا بما جرى سبحوا الله. عجيب الله في قديسيه، فيا رب شفاعة جميع القديسين ووالدة الإله ارحمنا وخلصنا. آمين.